مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحادي سباقات الهجن شعلة نشاطي هجن الرياسة. شكرا سيدي ابو حمدان على هذا الدعم. هكذا اعلنت الانطلاقة الثانية، اعلنت الاندفاع الثانية. نتمنى للجميع التوفيق باذنه تعالى. مباشرة مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام ننطلق مع هذا الاندفاع ومع هذا الانطلاق. المركز الاول ياتي غازي محمد الصغير من بدر العامري، ايضا من الانتاج الشخصي الاب سراب ولد العزوم والام بنت شاهين بن دري ايضا ياتي في المركز الاول. المركز الثاني وصل السمح ايضا راشد بن محمد بن ايداه المنصوري من الانتاج الشخصي مياس ولد سمح الاب والام بنت صغان، نقله الى المركز الثالث. الوصول ايضا من قرطاج ياتي خليفه بن عبد الله بن ثاني النعيمي ايضا من المجموعه العلميه المتقدمه ابو الغربي وام الزعيمه، وصل بالمركز الثالث. المركز الرابع وصول من المختبر لعلي بن سيف بن كليب الكتبي الاب ناصي والام غزوه من مزاد المجموعه العلميه المتقدمه. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات شاهين ايضا ياتي بشعار خليفه بن عبد الله بن ثاني النعيمي الاب الشامخ والام من حاف، بينما الدخول من حشيم لمحمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي الاب جبار ولد الحقه والام الباديه من ايضا مزاد المجموعه العلميه خذ المركز السادس. المركز السابع هذا المختبر لراشد بن بخيت بن راشد الشامسي الاب جبار ولد الحقه والام نجله ايضا من مزاد المجموعه العلميه المتقدمه. الوصول الاخر من خلال ايضا مصفح لعبد الله بن ابراهيم الشايع العتيبي، وصل في هذه اللحظات يقدم لنا هذا الاسم ابو الشامخ وام الجزيره من مزاد المجموعه العلميه المتقدمه. الوصول من العابر لحامد بن ناصر بن علي النعيمي ابو ما يخاف وام هيام من المجموعه العلميه المتقدمه. هذا ونيدانا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة الأولى، عودة إلى المركز الأول. ما زالت المقدمة ولكن التغيير مع المختبر علي بن سيف بن كليب الاكتبي يقدم لنا سلالة ناصي والأم غزوة من مزاد المجموعة العلمية المتقدمة. وصل ولد سمحة، وصل مياس ولد سمحة، هذا اسم السمحة راشد بن محمد بن إداه المنصوري الأم بن صغان الانتاج الشخصي. المركز الثالث هذا القادم هذا اللي هو غازي محمد بن صغير من بدر العامري أبو سراب ولد العزوم وأم بنت شاهين من الانتاج الشخصي، ولكن الدخول يا سلام يا سلام يا لها من اسماء قادمه. وصل حشيم محمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي الاب جبار ولد الحقه والام الباديه. الدخول الاخر شاهين خليفه بن عبد الله بن ثاني النعيمي الاب الشامخ والام منحاف، ولكن الكيلومتر الاخير الكيلو المثير سلاله ناصي المختبر وسلاله مياس ولد سمحه في مقدمه هذا الشوط. المركز الثالث سلاله جبار ولد الحقه، والمركز الرابع هناك ايضا سلالة الشامخ. عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى مقدمة الشوط. ارصد الاحداث يا بن سلومة، ارصد الاحداث يا الرشيق. هنا مشاهدين الاعزاء عودة الى المختبر علي بن سيف بن كليب الاكتبي يقدم لنا المختبر من سلالة ناصي والام غزوة، ولكن السمح راشد بن محمد بن ايداه المنصوري الاب مياس ولد سمحة والام بتصغان من مزاد الانتاج الشخصي. الوصول من شاهين خليفه بن عبد الله بن ثاني النعيمي الاب الشامخ والام من حاف، ولكن عوده الى الرقص احلوت المنافسه، احلوت المنافسه. يا سلام يا سلام يا بنيداه يا بنيداه يا بنيداه. يقدم لنا السمح راشد بن محمد بن إداه المنصوري الاب مياس ولد سمحه والام بنت صغان من مزاد الانتاج الشخصي. سلام 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 على هذا الأداء المتميز، تهانينا والناموس على فوز السمح راشد بن محمد بن إداه المنصوري سلالة مياس ولد سمحة أيضا والأم بن صغان، تهانينا والناموس. المركز الثاني المختبر علي بن سيف بن كليب الكتبي سلالة ناصي والأم غزوة من مزاد المجموعة العلمية المتقدمة. المركز الثالث وصل شاهين لخليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي الأب الشامخ والأم من حاف. المركز الرابع
الوصول في رابع المراكز من خلال غازي محمد الصغير بدر العامري الابصر ابو العزوم والام بتشاهين، والمركز الخامس وصل فيه حشيم محمد عبد الله بثاني النعيمي جبار ولد الحق على الباديه. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام من خلال هذه الانطلاقات ومن خلال هذه التحديات، هنا ايضا لحظات الاعاده ولحظات فوز السمح راشد بن محمد بن رداه المنصوري، قطع المسافه في 4 دقائق ما شاء الله. هنا لحظات ايضا الاعاده 27 ثانيه وثمانية اجزاء من الثانيه، محققا ايضا التوقيت الافضل في اشواط المزاد. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني 4 دقائق 28 ثانيه وتسع اجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس لايضا علي بن سيب بن كليب الكتبي على فوز المختبر الاب ناصي والام غزوه. بينما المركز الثالث وصل شاهين خليفه بن عبد الله بثاني النعيمي ايضا من وصل ب4 دقائق 34 ثانيه و6 اجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس لابو حمدان على فوز شاهين الاب الشامخ والام منحاف. المركز الرابع كان هناك مشاهدين الاعزاء ب4 دقائق و39 ثانيه وايضا 7 اجزاء من الثانيه، تهانينا لمالك غازي محمد بن الصغير بن بدر العامري الاب سراب ولد العزوم والام بنت شاهين بن دري من الانتاج الشخصي. بينما المركز الخامس وصل فيه 4 دقائق 39 ثانيه و9 اجزاء من الثانيه هو حشيم لخليفه بن عبد او العبد محمد بن عبد الله بثاني النعيمي جبار ولد الحقه على الباديه. هكذا كانت اشواط الانتاج مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ناتي بكم الى ملخص هذا الصباح.